الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام عن صلاة الوتر، عن الرواتب وعن صلاة الوتر، واليوم نتكلم عن صلاة الضحى، وهي من الصلوات النافلة وليست من الرواتب، وإنما هي من السنن أو من النوافل المؤكدة، هي نافلة مؤكدة. صلاة الضحى سميت صلاة الضحى لأنها تفعل في وقت الضحى، ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل زوالها. فالشمس إذا ارتفعت قدر رمح، يعني مقدار ما يرى الناظر مقدار مترين، بعد تقريبا ربع ساعة بعد الشروق ترتفع الشمس قدر رمح، هنا يبتدئ وقت صلاة الضحى. هذا وقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي بزوال الشمس، لأنه إذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر. هذا هو وقت صلاة الضحى، هذا أولها وهذا آخرها، وأفضل أوقاتها هو قبيل الزوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أهل قباء فوجدهم يصلون صلاة الضحى، قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين، الأواب هو الكثير الرجعة إلى الله، كثير التوبة والأوبة إلى الله، هذا يسمى أوابا، كما كان إبراهيم عليه السلام كان أوابا، كذلك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الرمض هي شدة الحرارة، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، إذا اشتدت الحرارة فإن هذا ولد الناقة لا يستطيع القيام في الرمل من شدة حرارتها، ولذلك فهذا الوقت لا شك أنه سيكون قبيل الزوال، لأنه في الصباح الشمس تكون حارة لكن حرارتها تطاق، فالفصيل يتحملها، وإنما تشتد حرارة الشمس قبيل الزوال، ولهذا فأفضل أوقات صلاة الضحى هو قبيل زوال الشمس، هذا وقت الأفضلية. أما وقتها بصفة عامة فيبدأ من طلوع الشمس قيد رمح، يعني بعد شروقها بربع ساعة تقريبا، إلى قبيل الزوال بدقائق. هذه الصلاة، صلاة الضحى، وردت فيها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها أيضا جماعة من الصحابة، بلغ عددهم 20 صحابيا، لكنها وردت أحيانا بالإثبات وأحيانا بالنفي وأحيانا بالنفي المقيد كما سيأتي. فجاء في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أبي ذر الغفاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك أو يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ما معنى الحديث؟ الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. معنى الحديث أن الإنسان إذا أصبح واجب عليه أن يتصدق على كل سلامة في جسده. ما هي السلامة؟ سلامة جمع سلاميات، وهي عظام الأصابع والكف، هذه السلاميات، ثم أطلقت على جميع عظام البدن، هذه السلامة. الآن جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود يقول أن يقول في ابن آدم 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق في كل يوم عن كل مفصل صدقة،
قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخامة في المسجد تدفنها، والشيء في الطريق تزيحه، ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى. الآن إنسان إذا أصبح، إذا استيقظ، يجد بأن الله سبحانه وتعالى حفظ عليه هذا البدن وحفظ عليه صحته، فأعضاؤه كلها سليمة، فلا بد أن يشكر الله تعالى على كل مفصل وعظم من مفاصله، وعدد المفاصل 60 و300، يعني لابد أن يعمل 60 حسنة و300 حسنة حتى يؤدي الشكر. ولهذا قال فكل تسبيحة حسنة وكل تحميدة حسنة إلى آخر الحديث، وهذا فيه مشقة عظيمة. لا يستطيع كل إنسان أن يفعل كل هذه الحسنات في كل يوم، فقال عليه الصلاة والسلام ويجزئ عن ذلك، يعني عن كل هذه الحسنات، ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتين من الضحى فقد أديت شكر الله تعالى على كل هذه النعم. واضح معنى الحديث. جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث فلا أدعهن حتى أموت. أوصاني خليلي، من هو خليله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلة هذا مقام فوق المحبة، أعلى مراتب المحبة هي الخلة، يعني كأن القلوب تخلل بعضها في بعض. ولذلك عندما إنسان يقول في الوضوء يخلل بين الأصابع، لأن الأصابع متلاصقة فلابد يحتاج إلى تخليل، كذلك الخليل مع خليله، القرب بينهما كالقرب بين الأصابع. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث فلا أدعهن حتى أموت: صيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتا الضحى. هذه 3 أمور منها ركعتان يصليهما من الضحى. كذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، يعني قالت كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وجاء في حديث أم هانئ في الصحيح أيضا عند البخاري، حديث أم هانئ، وأم هانئ هي أخت علي بن أبي طالب، أخته الشقيقة، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل وابنته فاطمة تستره، فلما وصلت استأذنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قالت أم هانئ، فقال مرحبا بأم هانئ. ثم طلبت منه طلبا، وهو أنها أجارت رجلا من المشركين، لكن عليا رضي الله عنه أخاها السلام أقسم أن يقتل هذا الرجل، وهي أجارته فهو في حمايتها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي له من علي بن أبي طالب، فقال لها عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. طبعا الحديث العلماء يتكلمون فيه في مسألة إجارة الكافر أو المشرك، يعني المرأة إذا أجارت كافرا أو مشركا فهل الحاكم يجيز هذه الإجارة أم لا يجيزها؟ الذي يعنينا هو أن أم هانئ قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك اليوم 8 ركعات، صلى الضحى 8 ركعات. طبعا وهناك أحاديث أخرى أيضا في إثبات صلاة الضحى وفي بيان فضلها، منها حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء وقوله صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فسمى المصلي لصلاة الضحى أوابا. لماذا؟ لأنه صلى الفجر ثم آب مرة أخرى ورجع وصلى صلاة الضحى، وهذا فيه مدح لإقامة صلاة الضحى. وجاء في حديث آخر أن الله عز وجل قال يا ابن آدم لكم السلام اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخره،
تركع أربع ركعات يعني في صلاة هي صلاة الضحى أكفك آخره. لكن الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها وردت بثلاثة أوجه. الوجه الأول هو ما تقدم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح يصلي صلاة الضحى أربعا ويزيد ما شاء، صح. رواية ثانية في صحيح مسلم أيضا تقول عائشة رضي الله عنها ما سبح رسول الله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. الآن الحديث الأول أثبتت صلاة الضحى مطلقا، قالت كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء. وفي صحيح مسلم نفسه تقول ما سبح رسول الله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وفي رواية ثالثة سئلت رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. فهنا قيدت النفي بالمجيء من السفر ومن المغيب، لأن الإنسان إذا كان مسافرا ورجع إلى بلده فإنه لا يجوز له أن يطرق أهله ليلا. يعني إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصل من السفر وقت الضحى يذهب إلى المسجد، وفي أي وقت آخر يذهب إلى المسجد يصلي ركعتين ثم يبعث إلى أهله من يخبرهم بقدومه حتى يتهيأوا لقدومه، لا كما يفعله بعض الناس اليوم. مع أن هذه طبعا من الآداب العظيمة التي أخلنا بها كثير من المسلمين، ولذلك أنا أقف عندها وقفة قصيرة وإن كانت لا تتعلق بالموضوع بالفقه، لكن لابد أن نقف عندها. بعض الناس يسافر عنده الهاتف وهو يعلم بأنه في هذا اليوم وهذه الليلة يرجع إلى بيته، لا يتصل بأهله، لا يخبرهم بأنه قادم، وإذا جاء ووصل إلى البيت ماذا يفعل؟ السنة أن يأتي إلى المسجد يصلي ركعتين ويرسل من يخبر أهله بقدومه، ولا يروح مباشرة للبيت ولا يخبر أهله، يقول لكم نروح نشوف واش عم دايرين مور ظهري. يعني هذا ذكاء، يظن أنه ذكي، يقول لكم ندخل بخدعة ونشوف واش عم يديروا، ولا عند الجيران ولا راي في السوق ولا على زوجته. هذا هو يفكر بهذه الطريقة. هذا التفكير خطأ 100% ومخالف للشرع. لماذا؟ لأنك خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤدي إلى عدم بقاء الثقة بين الزوجين. أنت لما تفعل هذا الفعل معنى هذا أنك لا تثق في أهلك. ربما المرأة في ذلك اليوم شهر كله لم تخرج من البيت، في تلك اللحظة كانت لها حاجة فخرجت من البيت، تأتي أنت فلا تجد زوجتك في بيتك، فماذا تقول؟ تقول شهر كامل وهي برا، أنا خرجت سافرت وهي ولا تخرج. هذا خطأ. المرأة أيضا لا ينبغي أن يراها زوجها على هيئة لا تعجبه، لأنه إذا كان مسافرا المرأة إذا سفر عنها زوجها فإنها لا تعتني بنفسها في الغالب، في الغالب إذا كانت ماكثة في البيت لا تعتني بنفسها، فإذا أخبرها بقدومه تهيأت لاستقباله. لكن إذا لم يخبرها قد يدخل فيراها على هيئة وعلى حالة لا تعجبه فينفر قلبه منها. ولهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذه السنة من أجل أن تبقى العشرة الزوجية، من أجل الحفاظ على البيت، حتى إذا جئت من سفر ولو كان من الحج ولا من العمرة ولا من سفر بعيد أو قريب، إذا جئت قبل أن تصل إلى بيتك، الآن الوسائل متوفرة عن طريق الهاتف، تخبر أهلك بأنك مقبل وقادم عليهم في اليوم الفلاني على الساعة الفلانية. إذا لم يكن عندك، إذا كان الهاتف لا يعمل، تأتي إلى المسجد، تدخل المسجد تصلي ركعتين، وقبل أن تصلي ركعتين تبعث أحدا من الجيران أو من أصحابك أو من الأطفال في الحي، تبعثهم إلى البيت يخبرونهم بقدومك حتى يتهيأوا لاستقبالك، تجلس في المسجد نصف ساعة ساعة حتى أهلك يهيئوا لك البيت، بعدها انصرف إلى بيتك.
أما هذه الطريقة التي يقوم بها بعض الناس فهذه خطأ، هذه غلط. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي ترويه عائشة رضي الله عنها تقول بأنه كان لا يصلي صلاة الضحى إلا إذا قدم من مغيبه، إذا قدم من مغيبه يصليها في المسجد ثم يأتي إلى البيت. الأحاديث عن عائشة ثلاثة نفت صلاة الضحى مطلقا، أثبتتها مطلقا، نفتها بقيد وهو أن يقدم من مغيبه. ما العلماء في مع هذه الأحاديث الثلاثة وكلها في صحيح مسلم ماذا فعلوا؟ بعض العلماء سلكوا مسلك الترجيح، وهؤلاء جماعة من العلماء منهم الحافظ بن عبد البر المالكي حافظ المغرب، هذا الإمام قال نرجح ما أخرجه الشيخان على من فرد به مسلم، قال نقول بأن صلاة الضحى مستحبة ومشروعة. أما قولها ما سبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، قال فهذا مرجوح لأنه تفرد به مسلم، والروايات التي فيها إثبات صلاة الضحى أقوى سندا مما تفرد به مسلم. طبعا وهذا ترجيح بالإسناد، وهذا معروف عند علماء عند مسألة تعارض الأدلة، إذا تعارضت الأدلة الشرعية وكان المجتهد بحاجة إلى الترجيح فإنه يرجح بالسند ويرجح بالمتن، يرجح بعدد الرواة. هنا هو يرجح بالسند، قال الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أقوى سندا من الحديث الذي تفرد به مسلم، هو سلك مسلك الترجيح. بعض العلماء لم يرجحوا، قالوا لا بإمكاننا أن نجمع، والمعلوم أن الجمع مقدم على الترجيح، إذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى الترجيح، لأن الترجيح فيه إهمال لأحد الدليلين، والأصل في الأدلة الإعمال للإهمال. ولهذا الإمام البيهقي قال نجمع بين هذه الأحاديث فنقول بأن صلاة الضحى ثابتة، وأما قول عائشة ما سبح سبحة الضحى قط يحمل على المداومة، أي ما داوم على سبحة، يعني لم يداوم عليها، لم يواظب عليها، صلاها كما قالت كان يصلي صلاة الضحى أربعا، لكن هي نفت المداومة ولم تنفي أصل الصلاة. وبعض العلماء قالوا يعني لهم توجيه آخر، قالوا بأن النفي هنا عائشة لما نفت صلاة الضحى إنما نفت الهيئة المخصوصة في الوقت المخصوص بالعدد المخصوص، يعني هذا صلاة الضحى المعروفة عند الناس 8 ركعات في الوقت الفلاني بالهيئة الفلانية، هذه التي أنكرتها عائشة رضي الله عنها. طبعا ويؤيد هذا الوجه أيضا يؤيده ما جاء عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنهما، ابن مسعود كما في سنن البيهقي بسند صحيح رأى أقواما يصلون صلاة الضحى فأنكر عليهم وقال إن كان ولا بد ففي بيوتكم. كذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها بالنسبة للجمع الأول وهو أن يحمل على عدم المداومة، ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في تتمة الحديث لما قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، جاء في رواية للإمام مالك في ختام هذا الحديث قالت وإنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك العمل وهو يريده مخافة أن يعمل الناس به فيفرض عليهم. فبينت السبب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يصلي صلاة الضحى خشية أن يعني بينت بأنها كان لا يواظب، المقصود عدم المواظبة، لأنه لو خشي أن يواظب عليها أن تفرض على الناس، وطبعا في ذلك مشقة، كما كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة التراويح بالناس في رمضان، لماذا؟ خشية أن تفرض عليهم، صلى بهم 3 أيام ثم خشي أن تفرض عليهم فانقطع عن الصلاة، كان يصليها في بيته. ثبت عن ابن عمر أيضا أنه أنكرها كما أنكرتها عائشة. ابن عمر رضي الله عنه سأله رجل قال له أكان
قال له أتصلي الضحى؟ قال لا. قال فعمر؟ قال لا. قال فأبو بكر؟ قال لا. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. والحديث هذا في البخاري، هذا ابن عمر. وثبت عنه أيضا عن ابن عمر في سنن سعيد بن منصور بسند صحيح أنه قال إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. وفي رواية للبيهقي بسند صحيح إنها بدعة ونعمة البدعة. طبعا هذا استعراض لما جاء في من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلام السلف، عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وابن عمر. هؤلاء يعني عائشة أثبتت وأنكرت، ابن عمر لا يعرفها وأنكرها لكنه استحسن فعلها، ابن مسعود قال افعلوها خفية في بيوتكم. لكن الصحيح من كل هذا الخلاف أنه في الواقع يعني ليس خلافا حقيقيا، لأن هذا الصلاة صلاة الضحى ثابتة. وإنكار عائشة وقول عائشة ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى هذا يحتمل عدة أوجه، يمكن الجمع بينه بأنها نفت المداومة وهذا مقبول، نعم لم يداوم، لأن الفعل النبوي النبي عليه الصلاة والسلام لم يداوم على صلاة الضحى، هذا هو الواقع. لكن العلماء قالوا ليس من شرط الحكم، ليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، هذا ليس شرطا في الحكم حتى نقول هذا مستحب. لا يشترط أن يثبت فيه حديث قولي وحديث فعلي، لا، حديث قولي يكفي، حديث فعلي يكفي. هنا الأحاديث القولية ثابتة فلا نحتاج إلى أن نقول لا بد من الحديث الفعلية. النبي عليه الصلاة والسلام ترك المداومة عليها لسبب من الأسباب، إما أنه لم يداوم عليها أمام الناس كان يداوم عليها في بيته، وإما أنه كان لا يداوم عليها خشية أن تفرض على الأمة. ابن القيم رحمه الله له رأي آخر، يعني العلماء هنا كما تقدم العلماء في بالنسبة لهذه الأحاديث اختلفوا. القول الراجح هو ما ذكرناه الآن، وسيأتي أيضا ذكر كلام بعض أهل العلم. جمهور العلماء قالوا، الشافعية والحنفية والمالكية قالوا بأن صلاة الضحى مستحبة مطلقا، تفعل كل يوم مستحبة. الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله قال صلاة الضحى تفعل أحيانا وتترك أحيانا، فالمواظبة عليها لا تشرع طبعا. ودليله في ذلك قول عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يسبحها، مع أنها هي قالت وأنا أسبحها، وقالت لو نشر لي أبواي ما تركتها، صلاة الضحى، فيدل على تمسك عائشة رضي الله عنها بصلاة الضحى. الإمام أحمد يقول تفعل تارة وتترك أخرى، واستدل بحديث ضعيف، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يعني كان يصلي حتى نقول لا يدعها، ثم أحيانا يدعها حتى نقول لا يصليها، وهذا حديث لا يصح واستندوا إليه. القول هناك قول ثالث لأهل العلم قالوا بأنه، وهو ابن القيم يقول بأن صلاة الضحى تشرع لسبب، الإنسان إذا كان عنده سبب يصليها، مثلا إذا كان طاف بالبيت ووافق ذلك صلاة الضحى يصلي صلاة الضحى، إذا كان فتح يصلي صلاة الضحى. لأنه حديث أم هانئ قال ابن القيم النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى عندها 8 ركعات قال هذه ليست صلاة الضحى وإنما هي صلاة الفتح، يعني بمناسبة فتح مكة قال صلى صلاة الفتح، فكانت هذه الصلاة متعلقة بسبب وهو الفتح.
واستدل أيضا بفعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة فإنه صلى 8 ركعات فقال هذه صلاة الفتح. قال أيضا الأحاديث التي وردت في صلاة الضحى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها كانت لسبب. حديث عتبان بن مالك وهذا صحابي كان ضخما وكان لا يستطيع الحضور إلى المسجد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته في مكان يتخذه مصلا فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى في البيت. الصحابي الذي روى الحديث قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى. ابن القيم قال لا، قال صلى ركعتين في وقت الضحى، هذه ليست صلاة الضحى، قال وإنما كانت إجابة لطلب عتبان بن مالك. وهكذا كل الأحاديث التي وردت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ابن القيم بأنها إنما وردت لسبب. قال فإذا كان هناك سبب نصلي صلاة الضحى، إذا لم يكن هناك سبب لا نصلي صلاة الضحى. قال والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي بصلاة الضحى إلا أبو ذر وأبو هريرة، أما أكابر الصحابة فلم يوصيهم بها، ولو كانت مشروعة وسنة راتبة لأوصى غيرهم بها، لكننا نقول بأننا لا نقول بأنها سنة راتبة. هذا ابن القيم قال هي لو كانت سنة راتبة لأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أكابر الصحابة، لكن هذا غير صحيح لأنها ليست سنة راتبة وإنما هي نافلة مؤكدة، ليست كالرواتب. ولا نحتاج في إثبات الحكم الشرعي أن نأتي بعشرات الأدلة، دليل واحد يكفي لإثبات الحكم الشرعي. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمي الفصال، أو أوصى أبا هريرة بصلاة الضحى، أو قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، هذا يكفينا، لا نحتاج إلى جمع عدد كبير من الأدلة، دليل واحد يكفي. ابن تيمية رحمه الله له رأي آخر فقال في الاختيارات العلمية من كان له أو من كان من عادته أن يقوم الليل فهذا لا يسن له صلاة الضحى، وأما من لم تكن له عادة في قيام الليل فهذا يسن له أن يصلي الضحى. قال ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصليها لأنه كان يقوم الليل، فالذي يقوم الليل لا يصلي الضحى، أما الذي لا يقوم الليل فهذا يستحب له صلاة الضحى. وأرجح الأقوال في هذا قول الجمهور أولا ثم قول ابن تيمية رحمه الله، هذه أقرب الأقوال إلى الصواب، أن نقول بأن صلاة الضحى مستحبة مطلقا خصوصا لمن لم يقم تلك الليلة، يستحب له أن يصلي صلاة الضحى لما ورد في فضلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنها تعدل 60 و300 حسنة. طبعا احنا العدد كان ربما البعض يقول 360، لا أنبه أيضا على هذا، العدد يبدأ من اليمين إلى اليسار، هذه لغتنا. الآن سأسألك وش من سنة، تقول لي رانا في 1438، خطأ، 38 و400 و1000 في الميلادي، إيش حرانا وش من سنة، 16 بعد 2000، هذه لغة العرب هكذا من اليمين إلى الشمال تقرأ في جميع الأعداد، دائما تبدأ من اليمين إلى اليسار، أما اللغة الأجنبية فمن اليسار إلى اليمين، فنحن لا نقلدهم في حساباتنا أيضا. فبين عليه الصلاة والسلام أنه أن كل أن هاتين الركعتين في صلاة الضحى تجزئ عن 60 و300 حسنة عمل صالح، على كل نعم على كل سلامة، على كل مفصل من مفاصل الجسد، مفصل ولا مفصل؟ نعم نعم في زوج، مفصل أو مفصل، ماذا نقول؟ مفصل، نعم. لا، هناك أمور دقيقة في اللغة لابد أن تنتبهوا لها. نعم، لا خطأ، مفصل غير مفصل.
المفصل هو هذه الجمع مفاصل، هذه المفاصل المعروفة، العظام حيث تلتقي العظام هذه يسمى المفصل على وزن مسجد. وأما المفصل على وزن مفعل فهو اللسان، اللسان واحد برك، عندنا مفصل واحد وستون وثلاثمائة مفصل، لأن اللسان هو الذي يفصل في الكلام. لماذا سمي مفصلا؟ مثل السيف يفصل ويقطع الخصام، إذا مجرد أن يتكلم الإنسان يفصل بين الخصوم. نعم قول فصل، ولذلك سمي مفصلا هذا اللسان على وزن مفعل. وأما ما كان على وزن مفعل فمفعل، هذا هي العظام، هي ما يتلاقى فيه العظام، هذا على وزن مفعل. بقينا نديروا الصرف، لأن الصرف مهم، علم الصرف مهم في بعض في مسائل الحديث. ولهذا فعلماء الحديث قديما اختلفوا في نسخ البخاري، في بعض الروايات استشكلوا روايات البخاري، أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام استشكلوا توجيهها من ناحية النحوية والصرفية، حتى التقوا بالإمام جمال الدين بن مالك صاحب الألفية الخلاصة، فعرضوا عليه لأنه هو شيخ النووي، عرضوا عليه الإشكال فألف كتابا في بيان في حل مشكلات صحيح البخاري، فبين كل الروايات التي وقع فيها من ناحية النحوية ومن ناحية الصرفية وقعت إشكالات عند المحدثين، فهو وجهها وبين شواهدها من كلام العرب. وهذا كتاب في غاية الأهمية، كتاب جمال الدين بن مالك في توجيه الأحاديث. نعم، وطبعا الكتاب ربما كان هو كتاب منفصل، لكن الحافظ بن حجر ضمه إلى فتح الباري، لأنه كل مسألة في فتح الباري إذا وصل إلى خلاف النحوي أو مشكلة نحوية يعتمد على كلام الإمام ابن مالك رحمه الله. نعم، بقي عندنا أن نزل الوقت، نعم انتهى الوقت، لم نكمل صلاة الضحى، ما دام الوقت انتهى يعني حتى لا نخرج على القانون الذي اتفقنا عليه نصف ساعة لا نزيد عليها، حتى لا أشق عليكم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله. نعم نعم، صلاة الشروق تكون قبل صلاة الضحى، تكون بمجرد ارتفاع الشمس يعني في أول وقت الضحى تصلي صلاة الشروق. صلاة الشروق صلاة الضحى الأفضل أن تؤخر قليلا بعدها، صلاة الضحى غير صلاة الشروق، لكن إذا أراد أن ينوي بها صلاة الضحى يعني يجمع بعبادة بنيتين جاز له ذلك. إذا كان ليس عنده وقت يكفي، إنسان مثلا يخرج للعمل ولا يمكنه أن يصلي الضحى، هنا عند شروق الشمس يصلي ركعتين ينوي بهما صلاة الشروق والضحى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.